تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية وصباح التفاؤل وصباح السعادة، ونتمنى لكم إن شاء الله يوم مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما مستمعينا الأعزاء، الشعور بالسعادة والتفاؤل يعكس دائما آثار إيجابية على صحتكم. أرحب بكم مستمعين الأفاضل ببرنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب بفريق العمل معنا اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. أيضا من خلال برنامج صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء، نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وقبل لا نستعرض فقرات برنامجنا دائما نذكركم مستمعينا الأفاضل عن الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا، ودائما الوقاية من فيروس كورونا هي مسؤولية الجميع، فنلتزم جميعا. نستعرض معكم فقرات برنامجنا لهذا اليوم، ومثل ما عودناكم دائما فقرة الأخبار المحلية والعالمية، واليوم عندنا أول خبر تحت عنوان أوعية دموية إلكترونية تساعد في علاج أمراض القلب. فقرة السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي. وفقرة مستجدات كوفيد 19 اليوم تحت عنوان الإجراءات الاحترازية خلال عطلة المدارس. ومصطلحنا الطبي لهذا اليوم تحت عنوان السعال الديكي. وفقرة التغذية، تغذية البشرة من الداخل. وآخر فقرة فقرات برنامجنا هذا اليوم فقرة التقنيات الحديثة، ومشاركة هيئة الصحة بدبي بمعرض جايتكس للتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. هاي كلها فقرات برنامجنا مستمعينا الأعزاء لهذا اليوم، ودائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ أول خبر، أوعية دموية إلكترونية تساعد في علاج أمراض القلب. طور علماء من الجامعة الجنوبية للعلوم والتكنولوجيا في الصين ومعهد الهندسة الحيوية في لوزان في سويسرا أوعية دموية إلكترونية مصنوعة من شبكة بلاستيكية ومعدنية لا تتجاوز سماكة أعواد القش الرفيعة. وتتميز هذه الأوعية الإلكترونية التي يمكن أن تحمل محل الشرايين المريضة بقدرتها أيضا على النمو في نسيج بطاني سليم. وقبل أيام من زرع هذه الأوعية الإلكترونية جراحيا لاستبدال جزء من الأوعية الدموية المريضة يتم تحريكها بتيار كهربائي خفيف، حيث يعمل المحتوى المعدني كموصل كهربائي مما يسمح للتيار المرور عبرها. وأيضا كما أن الأوعية الدموية الإلكترونية تم تصميمها للتحلل داخل الجسم على مدى أشهر، ثم يتم التخلص منها كنفايات تاركة وراءها نسيجا صحيا جديدا وفق ما أوردت به صحيفة ديلي ميل البريطانية. ومن خبرنا إلى فقرة السوشيال ميديا وأهم المستجدات مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور والسرور أخي عبد الله، عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. صباح الورد. وتفضلي أسماء، شو بتخبرينا اليوم عن مستجدات السوشيال ميديا؟ ناخذ جولة في قنوات التواصل الاجتماعي. من ضمن أهم الأشياء اللي هي مشاركاتنا اللي موجودة في معرض جيتكس، أمس كان في إطلاق لمنصتين يتبعون تعليم طبي، منصة منار وهي منصة التدريب الذكي
واللي هي توفر حزم تدريبي متكامل للتطوير المهني المستمر للأطباء. والبلاتفورم الثاني برنامج التعليم الطبي الذكي يدرب توفر برامج التعليم الطبي التخصصي. هذا الاثنين تم إطلاقهم أمس في منصتنا خلال مشاركتنا في معرض جوتكس. أيضا اليوم تقريبا بيكون بعد ساعة في عرض نقل مباشر لجلسة حوارية عن مشروع نابض من مشاريع الحديثة لهيئة الصحة بالبيت، ويتكلم عن تأثير المشروع هذا على البيانات. نعم. أيضا من ضمن الأشياء نحن مستمرين في حملة والتوعية في بما يتعلق بكوفيد 19، وكان عندنا أمس بوست ممارسات يجب تجنبها أثناء ارتداء الكمامة. من أهم الأشياء أن لازم الأشخاص ما يلبسونها أكثر عن مرة، خصوصا إذا كانت الكمامات ذات استخدام الواحد. أيضا أن ما يحطونها يعني للأسف قمنا نشوف أن على الطاولات الكمامة موجودة، في أشخاص قاعدين يفرون الكمامات، لكن يعني ننصح الجميع التخلص الآمن للكمامات يحطونها يتخلصون منها بطريقة صحيحة. وأهم شيء إنه ما يفرونها يمين ويسار. ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة زميلتنا أسماء الجناحي، شكرا لك ويعطيك العافية على تغطيتكم أيضا يعني أحداث الجايتكس 2020 في دبي. مستمعينا الأعزاء، فقرتنا بتكون اليوم عن الإجراءات الاحترازية خلال عطلة المدارس مع الدكتورة هند العوضي، ولكن بعد الفاصل. دائما نقول خلكم مع صحة وسعادة، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. ومن خلال طبعا برنامج صحة وسعادة نرحب بتواصلكم مستمعين الأعزاء، ملاحظاتكم واقتراحاتكم على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وأيضا نذكر مستمعين الأعزاء بالخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي الخاصة بفيروس كورونا في مراكز التسوق في مول الإمارات و مردف سيتي سنتر وأيضا سيتي سنتر ديرة. وبإمكانكم التواصل على الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي 803-42 للمزيد من المعلومات. مصطلحنا الطبي لهذا اليوم مستمعينا الأفاضل تحت عنوان السعال الديكي، طبعا يعتبر مرض شديد العدوى يصيب الجهاز التنفسي، ويمكن تميز المرض عند معظم الأشخاص بالسعال السطحي المتقطع الحاد الذي يعقبه صوت شهيق عالي النبرة ويبدو مثل صياح الديك. لهذا السبب تم تسميته بالسعال الديكي. وأيضا يصيب بشكل أساسي الأطفال الصغار الذين لم يكملوا دورة التطعيمات الدورية بالكامل، وكذلك المراهقين والبالغين ممن ضعفت مناعتهم. وتندر طبعا حالات الوفاة المرتبطة بالسعال الديكي، ولكنها أكثر حدوثا بين الأطفال الرضع. وموضوعنا مستمعينا الأعزاء وفقرتنا الثانية فقرة مستجدات كوفيد 19، واليوم تحت عنوان الإجراءات الاحترازية خلال عطلة المدارس. ومثل ما تعرفون بأن تكثر هاي الأيام عملية الذهاب إلى الحدائق إلى الأماكن العامة
إلى المراكز التسوق، إلى المزارع أو العزب وأماكن كثيرة. ولكن من الضروري الأخذ بالاعتبار الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وذلك لتجنب الإصابة بعدوى كوفيد-19. يشرفنا اليوم تكون معنا الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. دكتورة هند، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح الخير عبد الله، صباح الخير لجميع المستمعين. مرحبا دكتورة هند. دكتورة هند، طبعا مع يعني عطلة المدارس، ومثل ما ذكرنا بأن الأجواء جميلة والكل يحب أن يطلع برا وياخذ العيال سواء للحدائق أو الأماكن العامة، فأكيد هناك دكتورة نصائح الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية، لو نتحدث عنها معك دكتورة، عن أهمية التخطيط لمثل هاي الزيارات وشو المعايير اللي مفروض أنه يعني تؤخذ بعين الاعتبار. طبعا الحين احنا بندخل في الإجازة الشتوية للطلبة في المدارس وفي الجامعات، وبدأ الموسم الشتاء يبدأ معانا عبد الله، فراح تبدأ الرحلات تكثر. وفي هذه المناسبة يعني احنا نذكر الناس ان ما زلنا احنا في جائحة كوفيد، وما زالت الدولة يعني تتخذ تدابيرها الإجرائية الوقائية والاحترازية لمكافحة هاي الجائحة. صحيح. فأول شيء يعني احنا نذكر جميع المستمعين ان لازم انتوا تختارون المكان المناسب لرحلاتكم وتخططون مسبقا لهذه الأماكن. على سبيل المثال اذا ناويين تروحون للحدائق تختارون الوقت المناسب، الحديقة المناسبة، وما يضر بعد ان انتوا تحطون خطة ثانية بديلة في حال كانت مثلا هاي الحديقة مزحومة أو مليئة بالناس، تروحون لمكان ثاني أقل ازدحاما. يعني دائما تحطون خطة وخطة بديلة في حال المكان ما كان مناسب، المكان كان مزدحم، حسيتوا أن المكان مليء بالناس. إحنا دائما ننصح أن تغيرون وجهتكم لمكان أقل ازدحاما. ما شاء الله الأماكن الحين كثيرة وعديدة، من الحدائق للبحر للبار للأماكن المفتوحة، وايد في خيارات واختيارات، فالواحد يحط له قائمة بالأماكن اللي هو حاب يروحها ويخطط مسبقا، وإذا شاف إن المكان شوي مزحوم يغيره للمكان الثاني ويرجع لذاك المكان في يوم ثاني يكون أكثر أقل ازدحاما ومناسب أكثر يكون. صحيح دكتورة. طبعا يعني نحن تحدثنا في الحلقات السابقة كثير عن الإجراءات الاحترازية المفروض أن الشخص يأخذها بعين الاعتبار. اليوم طبعا حديثنا معك دكتورة عن أمور كثيرة، ومن ضمنها الإجراءات، لو نتكلم دكتورة عن أهم الإجراءات الاحترازية اللي المفروض يعني يجب اتخاذها حتى قبل الخروج الدكتورة من البيت. أكيد هناك بعض الأشياء أن الواحد لازم يأخذها بعين الاعتبار للأماكن اللي تفضلتي تكلمتي فيها، سواء الحدائق أو الأماكن العامة أو المزارع، فلو نتحدث دكتورة معاك عن الإجراءات هاي قبل لا يطلع الواحد من بيت ويعني يذهب لهاي الأماكن. طبعا أول شيء النصيحة الذهبية أن إذا أنت كنت تعاني من أي أعراض أو تعاني من أي أعراض مرضية، حمى، أعراض تنفس، حاس عمرك شوي تعبان، إحنا ننصح الناس أنه ما يروح ما يطلعوا من بيوتهم إذا كانت عندهم أي أعراض. هاي هي القاعدة رقم واحد، أنت المفروض تظل في بيتك إلي ما تحس أنك أنت أفضل، بعدين تطلع وتتونس وتروح للأماكن هذه. ثاني شيء أنت لازم تتأكد أن شال معاك عدة الوقاية مالتك كمية كافية من الكمامات، لأن إحنا نعرف سبحان الله يمكن الكمام يتمزق، يمكن يضيع عنك أو تضطر أنك تغيره، فتشيل معاك كمية مناسبة من الكمامات. وبعد تشيل لك ولعائلتك بعد طبعا كمية كافية من معقمات الأيدي. إذا أنت عندك مثلا أدواتك الشخصية رايح مثلا للحديقة، تشيل أغراضك الخاصة، تشيل إذا أنت مثلا تستعمل رايح تتنزه يعني تاخذ معك أكوابك الورقية، أشياءك لها، عشان ما نضطر هناك إحنا نتشارك الأغراض أو ناخذها من أشخاص آخرين. كل واحد يأخذ أغراضه الخاصة وخصوصا الأغراض الشخصية، كمية كافية من الكمامات، معقم الأيادي، ويعني
دائما نذكر العائلة قبل ما احنا نطلع ان احنا يعني راح نطلع راح نستانس، لكن نذكرهم بأهم الإجراءات الوقائية بعد عبد الله. صحيح. صح يمكن الناس يمكن تعبت من كثر ما احنا نعيد ونزيد، لكن هذه الإجراءات ما زالت يعني ما زلت انا اشوف ناس بعدهم ما يعرفون يلبسون كمامهم بطريقه صح. صحيح. ودائما دكتوره يعني عفوا دائما دكتوره مثل ما تفضلتي بان يعني حتى يعني نشوفهم يلبسون الكمام بطريقه غير صحيحه، وتلقينهم يعني حتى المسافه اللي بينهم يعني يتحدثون في موضوع وكل الطرفين كل واحد حاط الكمام بالشكل الخطأ. لهذا السبب يعني دوركم دكتوره هند حيوي دائما للتذكير، لان فعلا يعني في كثير من الناس يعني المفروض انها تعرف. طبعا هي نعم. طبعا لازم يرتدون الكمام. انا شفت كثير ناس مطلعين خشمهم. صحيح. او لما يتحدثون مع شخص ثاني يشيلون الكمام. لا فكره الكمام انك انت تلبسها، وخصوصا اذا انت كنت قريب من شخص اخر، وخصوصا اذا انت تبي تتحدث مع الشخص الاخر، صح شويه الكلام بيكون يعني مو واضح او الكلام بيكون شويه متعب وانت لابس كمامك، لكن هذه من اهم الاجراءات الاحترازيه اللي انت لازم تسويها، وخصوصا اذا كنت مع مجموعه من الناس. المسافه الكافيه بينك وبين الاخرين بعد وايد مهمه، خصوصا اذا كانوا من غير عائلتك تتحافظ على مسافه كافيه. لما انت تنتظر في لاين معين، خط معين، تنتظر تشتري المأكولات، خصوصا لما احنا يعني تصير الزحمه لما انت تنتظر دورك، تبي تاخذ تذكره معينه، تبي تاخذ اكله معينه، هني يصير الزحمه بزياده. فانت هني تحاول تذكر نفسك ان لا ما زالت الجائحة موجودة، خلني أنا أحافظ على مسافة كافية بيني وبين الآخرين، وأذكر الباقين بعد أن لو سمحت حافظ على مسافة كافية بيني وبينك، بس عشان أنا أكون في أمان وأنت بعد تكون في أمان. وطبعا دائما لازم نغسل إيدينا بالماء والصابون فترة 20 ثانية، تراها وايد مهمة. صحيح. يعني مش إن بس إحنا عشان نحط لكم قيود وشروط، لا، 20 ثانية هذه محسوبة بطريقة معينة. 20 ثانية فما فوق هي الوقت المناسب إن أنت تقتل الجراثيم الموجودة في إيدك. سواء أنت يعني شو الفائدة أنت تنظف إيدك بالمعقم 5 ثواني 10 ثواني كأنك ما سويت شيء. صحيح. فهاي النصائح على كثر ما هي بسيطة لكنها جدا مهمة عبد الله. هاي أثبتت الدراسات والعديد من الدراسات اللي طلعت الحين وراح تطلع في المستقبل إن ما زال ارتداء الكمام من أهم الإجراءات الوقائية ضد كوفيد. غسل اليدين، المسافة الكافية، هاي يعني القواعد الثلاثة هذه أساسية. جدا مهمة على الرغم من بساطتها. صحيح صحيح دكتورة. دكتورة أيضا يعني تحدثتي أنت بأهمية يعني الأخذ بالاعتبار بالإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل عام. دكتورة هند لو نتحدث عن الأماكن العامة، هناك أكيد في إجراءات خاصة للأماكن العامة الوقائية لو نتكلم فيها، على أساس أنه أيضا يعني يكون الالتزام بها لتفادي الإصابة بالعدوى. طبعا العديد من الأماكن العامة حاطة القوانين اللي تناسب المكان، فإحنا أهم شيء إن إحنا لازم نتقبل هذه التغييرات، نتقبل هذه القوانين. صحيح. ما نضايج لما مثلا الشخص يقول لنا أوقفوا خلني أشوف درجة حرارتكم، أو انتظر إلين ما المكان شوي يفضى وبدخلك. فهاي الإجراءات اللي تتحط من قبل الجهات المعنية في الأماكن العامة هذه وضعت عشان في المقام الأول لصحة وسلامة الناس. فالمفروض احنا ما نضايق، المفروض احنا نستانس لما نشوف هاي القوانين ان بالفعل الدولة ما زالت تحافظ على صحتنا وسلامتنا. فاحنا يعني لما يطلب منا الشخص شيء معين المفروض احنا يعني نبادر بقبول هذه الاقتراحات. اوكي قال لي لا تدخل هذا المكان، انتظر شوية. بالعكس المفروض انا انتظر هذا المكان او اغير وجهتي اروح وارجع له بعد فترة معينة لما تخف الزحمة. صحيح. ودائما دائما لازم انت تكون على درايه كافيه بكل التغييرات والمستجدات اللي تكون. يعني احنا يعني صح نقول لا تتابعون الاخبار بشكل يومي، يمكن هذا يزيد من معدل التوتر عندكم، ولكن دائما كونوا على علم بالتحديثات اللي تصدر من الجهات المعنيه بخصوص تغير القوانين، او اذا غيروا قانون معين او زادوا اجراء معين وما الى ذلك. صحيح صحيح.
دكتورة هند، خلال الأربع دقائق القادمة أو الثلاث دقائق القادمة حابين نتحدث معاك عن فئة يعني مهمة جدا، اللي هم كبار المواطنين أو كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. هل هناك دكتورة هند نصائح يمكن توجهينها لهم أثناء الخروج من المنزل؟ لأن تعرفين يعني بعد هاي الفئة من الناس يحبون يطلعون وحين أجواء جميلة، ولكن نذكرهم بأن بالإمكان أن يطلعون ولكن ضمن بعض النصائح والأخذ بالاعتبار بعض الإجراءات. طبعا احنا نعرف ان كبار السن واصحاب الامراض المزمنه هم الفئه الاكثر عرضه للاصابه بمضاعفات مرض كوفيد 19، فهاي الفئه لازم تهتم في نفسها بزياده، واحنا بعد نهتم فيهم بزياده. ما نقول لهم يعني لا تطلعون من بيتكم، اذا حابين تطلعون طبعا لازم تاخذون احتياطاتكم، شويه تزيدون في معيار السلامه والاحتياطات اللي لازم تتخذونها. اذا حسيتوا ان المكان اللي انتم بتروحونه جدا مزدحم، انا انصحكم انكم ما تروحون مكثر الاماكن، وايد في اماكن مناسبه تكون لكم في الهواء الطلق. احنا ننصح تحافظ على مسافه كافيه بينك وبين الاخرين، حتى لو كانوا من الاهالي المقربين لك، ما يضر انك انت تقول يعني، خصوصا لكبار السن يعني احنا نحب كثير ان احنا نسلم عليهم، نحضنهم، نتقرب منهم، لكن في هاي الفتره طريقه اظهارنا لحبنا لهم ان احنا نحافظ على مسافه كافيه بيننا وبينهم. هم يمكن يضايجون، بس احنا لازم نقول لهم ترى احنا نسوي هذا الشيء عشان صحتكم، عشان سلامتكم. الواحد ما يدري عبد الله، يمكن سبحان الله يعني، لان كثير من الناس المصابين بكوفيد لا يعرفون انهم مصابين بكوفيد، لان هي تكون بعض الحالات تكون بدون اعراض، وما يكون عارف انه هو عنده كوفيد او لا. لكن الكوفيد اذا جاء لكبير السن راح تكون طبعا اشد وطأه عليهم، فاحنا يعني حتى لو كانوا من المقربين لنا احنا نقول لهم احنا في هاي الفتره راح نسلم عليكم من بعيد، راح نطلع معاكم نقعد معاكم، لكن راح نحافظ على مسافه كافيه بيننا وبينكم، نتجنب الاحتضان والتقبيل، نتجنب نشاركهم اغراضنا الشخصيه، يعني نطلع معاهم نتونس معاهم، لكن ما ننسى ان هم لا سمح الله اذا جاهم المرض ممكن تكون يعني اشد وطأة عليهم، ونقول لهم ليش وكذي، وهي هاي ان شاء الله فتره وبتعدي. صحيح صحيح. دكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، الحقيقة شكرا لك دكتورة، وشكرا لجهودكم الحقيقة الكبيرة في موضوع توعية أفراد المجتمع عن يعني الإجراءات الخاصة والوقائية الخاصة بكوفيد 19. شكرا لك دكتورة، وشكرا أيضا لفريق عملكم المبدع. شكرا، يعطيكم ألف عافية ودمتم بصحة وسلامة. دمتي بصحة وسعادة. شكرا دكتورة هند. مثل ما ذكرت الدكتورة هند، مستمعين الأعزاء، ومع يعني عطلة المدارس والخروج مع الأبناء لأماكن عامة، ما في مانع، ولكن لابد الأخذ بالاعتبار بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بكوفيد 19. بناخذ مستمعين الأعزاء فقرة التغذية، واليوم عنواننا جميل الحقيقة، تغذية البشرة من الداخل. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع كله بعد الفاصل. دائما نقول خلكم مع صحة وسعادة، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا بكم وسهلة في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. ونرحب دائما بتواصلكم مستمعينا الأعزاء معنا خلال فقرات برنامجنا على الأرقام 600-551-414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ فقرة التغذية اليوم عنوان جميل الحقيقة، تغذية البشرة من الداخل. طبعا العناية بالبشرة تبدأ مستمعينا الأفاضل من داخل الجسم،
فصحة الإنسان تنعكس دائما على بشرته، والتغذية السليمة يتبعها جلد سليم وبشرة صحية ونظرة. تغذية البشرة من الداخل موضوعنا لهذا اليوم مع أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي الأستاذة سهى نوفل. أستاذة سهى صبحك الله بالخير والنور والعافية. صباح النور والسرور، أهلاً أستاذة سهى. طبعا اليوم عنوان الفقرة البشرة، يعني تغذية البشرة من الداخل، كيف بتعرفين أن يعني كيف يمكن تغذية البشرة من الداخل؟ إن شاء الله تعالى. طبعا حضرتك حكيت مقدمة جدا جميلة للموضوع، وفعلا هي البشرة حتى تكون صحية لا يكتفي الإنسان بس بالعناية فيها فقط من الخارج بالكريمات والماسكات اللي بيحطها، لكن فعليا التغذية تبدأ من الداخل اللي راح تنعكس بعدين على البشرة الصحية. فلو حكينا وتطرقنا على أساس الوقت قصير، بس أهم الأغذية اللي هي فعلا ممكن تساعدني على ظهور بشرتي بشكل صحي وحيوي بشكل دائم، نحكي المصادر الغذائية المهمة في هذا المجال عندي. نبدأ في المصادر اللي فيها فيتامين سي، الأغذية التي تحتوي على فيتامين سي. طبعا فيتامين سي معروف أنه يساعد على إنتاج الكولاجين. ممكن الناس ما تعرف ما هو الكولاجين. الكولاجين هو من المواد المهمة اللي يتم إنتاجها في البشرة، في طبقات البشرة اللي من الداخل. الكولاجين مهم في أنه يحافظ على شكل البشرة، يساعد على محاربة التجاعيد، دائما البشرة بتكون بشكل رطب. فالكولاجين ممكن عنا الفيتامين سي تحديدا الحمضيات، هاي الحمضيات بتساعد على زيادة إنتاج وإفراز الكولاجين. بالإضافة مثلا عندي العنب، خاصة العنب الأسود أو الأحمر اللي لونه غامق، هذا برضو بيساعد على إفراز الكولاجين. بعدين هذه الأطعمة أيضا بالمقابل بتساعد على الحفاظ على الجلد وحماية من الأشعة فوق البنفسجية اللي بتجيني من الشمس. بالإضافة هاي فيتامين سي، عندي مصادر أخرى من الأطعمة اللي فيها فيتامين إي. فيتامين إي هو فيتامين البشرة، فيتامين الجمال بيسموه. فيتامين إي يعزز من نضارة البشرة وتجديد الخلايا بشكل دائم، موجود في المكسرات، موجود في الأفوكادو. عندنا أيضا مصادر فيتامين إي، أيضا فيتامين إي موجود في الخضار الورقية والشمس. عندنا برضه هو مسؤول عن تجديد ونمو الأنسجة في البشرة. فيتامين بي، من وين نحصل على فيتامين بي؟ لأنه نقص فيتامين بي يؤدي إلى جفاف البشرة وظهور التجاعيد وظهور بعض البثور في الجلد. مصادر فيتامين بي متركزة في الحبوب الكاملة. إذا زي ما نلاحظ أهم المصادر عندنا فيها هي مصادر غذائية، خاصة من مصادر الخضار والفواكه، بالإضافة إلى بعض الدهون اللي لازم تكون يحتويها غذائنا بشكل مستمر. أي دهون؟ عندنا دهون يحدد وجودها عشان نظارة البشرة، وهي الدهون اللي موجودة مصدر أوميجا 3 اللي بتعطيني الأوميجا 3 والأوميجا 6، زي اللي موجود في السينمون، بذور الفستان، الجوز، عين الجمل. هاي كل الدهون الموجودة فيها تساعد وتحفز على إفراز الكولاجين، بالإضافة إنها تساعد على تسليح مسامات البشرة وبالتالي ظهورها بشكل نقي بشكل نضر، مثل ما أي إنسان بيحب تكون البشرة تاعته صافية ونضرة. طبعا في المقابل في عندي الدهون اللي ما بنحسس إنها تتواجد في أطعمتنا بشكل مستمر، وهي الدهون الثلاثية، الدهون المشبعة، لأنها بتزيد من إفراز الدهون في الجسم، بتأثر على هرمونات في الجسم، وبالتالي بعض البشرة خاصة البشرة الدهنية بتزيد ظهور عندي الحبوب فيها والبثور فيها، بتكون البشرة بتاعتي عمر نوعا ما أكبر من عمرها. صحيح. ما بتكون في هاي النضارة اللي إحنا من حد إنها تتواجد فيها. بالإضافة للأشياء اللي ممكن تأثر عندي على البشرة، عندي السكر الزايد والملح. السكر والملح بيخرب عندي من التوازن تاع الأملاح الثانية الموجودة اللي لازم تكون محيطة في الخلايا. لما يختل التوازن في الأملاح هذه بيصير عندي خلل في دخول الماء وخروج من هذه الخلايا، وبالتالي البشرة بتظهر أو الخلية نفسها بتصير تظهر بعمر أكبر من عمرها. لما تظهر بعمر أكبر من عمرها بنعكس عندي على البشرة، بتصير عرضة إنها للتجاعيد، عرضة إنها ما تكون في هذيك النضارة اللون الداكن أو اللي ما في نشطة حيوية لهذه البشرة، وبالتالي قدر من استطاع الإنسان
يقلل منها اللي هي الأشياء المصنعة، الدهون المشبعة، المواد اللي فيها سكريات عالية بنسبة عالية، الملح قدر المستطاع، حتى المنبهات، المواد اللي فيها الكافيين قدر المستطاع. الإنسان ممكن يكتفي في كوب أو كوبين خلال اليوم، لكن الناس اللي بتتناول كميات كبيرة الكافيين يعمل على إدرار البول، وبالتالي خروج كمية كبيرة من السوائل في الجسم، يعني حدوث إذا ما كان في تعويض مباشر لهذه السوائل راح يصير في عرضة للجفاف، والجلد تعرض للجفاف بسبب بيكون عرضة للظهور علامات التجاعيد عنده مباشرة. صحيح. في بعض الناس ممكن يسألون طيب شو بالنسبة للشمس؟ أنا بدي فيتامين د، دائما تحكي لنا تعرضوا لفيتامين د، جبكم فيتامين د للعظام للأسنان لكل العمليات الهرمونات، بدخل فيتامين د. نعم تعرض لفيتامين د، لازم الإنسان يتعرض لفيتامين د، لكن وخاصة مصدر الطبيعي اللي هو من الشمس. لكن طبعا فيتامين د لو بدنا نحكي متى التعرض، اللي يقاس على دورة الإمارات لا يقاس مثلا على الدول الباردة، البلاد الحارة أوقات التعرض فيها غير عن الأوقات في بعض البلاد الأخرى. إحنا عندنا هون في الشتاء ممكن الإنسان يتعرض، لأن الجو بيكون حرارة الشمس ما بتكون طاقعة أو حارة مثل الصيف، معانا تقريبا نحكي من الساعة 10 لغاية الساعة 3، لكن بدنا بوقت الذروة الساعة 12 الظهر. أما في أوقات الصيف الحارة عندنا التعرض بيكون بوقت أبكر، من 8 للعشرة صباحا، أو فترة ما بعد العصر من 3 للأربعة 4:30، بحيث إنه يتجنب أيضا الأشعة فوق البنفسجية، يتجنب الحرارة الزايدة من الشمس اللي ممكن بالعكس تعطيني زي بيحكوا آثار جانبية، تعمل بعض الحروق بعض البقع أثر عندي على الجلد. فأنا أشوف الوقت المناسب اللي ممكن أتعرض فيه للشمس فترة من 10 إلى 15 دقيقة بتكون كافية، 3 مرات 4 مرات ماكسيموم في الأسبوع، بحيث إنه أحصل على فيتامين د اللي لازم لجسمي حتى يعني يعطيني احتياجاتي. صحيح. أيوة. نعم الأستاذة سهى نوفل الأخصائية التغذية العلاجية، حديثك الحقيقة شيق اليوم ومهم، تغذية البشرة من الداخل. شكرا لك أستاذة سهى نوفل، ما قصرتي. شكرا. أهلا أهلا أخي، بس من الضروري ضروري ننبه حكيناها بشكل سريع للبشرة الصحية، بالإضافة إلى الطعام الصحي لازم النوم بقدر كافي، شرب الماء، شرب الماء يا جماعة جدا جدا مهم، ويعطيكم العافية ونهاركم سعيد. الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الأعزاء، إلى مشاركة هيئة الصحة بدبي بمعرض جايتكس للتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. استعرض طبعا هيئة الصحة بدبي خلال مشاركتها بفعاليات معرض جايتكس للتقنية 2020 حزمة من خدماتها وتقنياتها الذكية للجمهور، ومنها تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد التي حققت فيها الهيئة نجاحا كبيرا وتم استخدامها في العديد من منشآتها الصحية. للحديث حول هذا الموضوع يشرفنا يكون معنا اليوم السيد محمد أحمد علي، أخصائي بمركز الابتكار الصحي التابع لهيئة الصحة بدبي، وبنستعرض معه عن مبادرات هيئة الصحة بدبي والتطبيقات الذكية. السيد محمد أحمد علي، صباح الخير. يا صباح النور يا مرحبا. يا مرحبا بك. طبعا حابين أخوي محمد نتكلم معاك أكثر عن أو تعطينا فكرة عامة عن هاي التقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. نعم الله يسلمك. هيئة الصحة بدبي ومثلها مركز الابتكار الصحي مشاركين في معرض جايتكس التقنية 2020 لإبراز الجانب التقني وجانب الابتكار في الجوانب الطبية والجوانب الإدارية كذلك. من الطباعة ثلاثية الأبعاد اللي مشاركين فيها السنة اللي هي تساهم بصورة كبيرة في العمليات الجراحية. العمليات الجراحية سواء كانت الدقيقة منها أو التفصيلية منها. اشتغلنا مع شركة أو شريكنا الأساسي اللي هو شركة سنتركس العالمية للطباعة ثلاثية الأبعاد لمدة سنة، في كانت ميثاق الدراسة التجريبية، عملنا فيها على 51 عملية جراحية
كانت فيها كثير من النجاحات، كانت فيها كثير من المميزة. نعم طبعا أخوي محمد، أيضا هناك أكيد مميزات في هذا النوع من التقنيات الخاصة بالطباعة الثلاثية الأبعاد لو نتكلم في هذا الجانب. نعم الله يسلمك. المميزات اللي متوفرة في الطباعة الثلاثية الأبعاد، أولا التكلفة المالية، هي تخفض التكلفة المالية للعمليات الجراحية بنسبة 20%، بحيث أن 51 عملية جراحية واللي طبقناها في مستشفيات دبي وراشد ولطيفة وكذلك مستشفى حتى وفرت ما يقارب 750 ألف درهم، ووفرت كذلك الوقت العمليات الجراحية إلى أقل من 25% من الوقت الرسمي للعملية. ساهم هذا الأمر وميزات الفعلية وميزات الأساسية أن يعطي صورة واضحة للأخصائيين والاستشاريين الذين يقومون بأداء العمليات بصورة جدا دقيقة، بحيث أن تكون لديهم فكرة ثلاثية الأبعاد عن الجزء المتضرر في جسم الإنسان، وتكون لديه فكرة شاملة عن العملية قبل أدائها. نعم طبعا أخوي محمد، يعني التقنية هاي الطباعة الثلاثية الأبعاد تستخدم يعني في مجالات مختلفة، ولها طبعا مثل ما انت تفضلت مميزات وخصائص يعني كثير مهمة، وأيضا دقيقة جدا من ناحية الجودة ومن ناحية الأوتكم. فلو نتحدث معك أخوي محمد عن استخدامات تقنية ثلاثية الأبعاد بالأخص في القطاع الصحي. اي والله الله يسلمك، احنا كنا في المرحله الاولى ما قدرنا ندخلها على جميع المستشفيات او على جميع القطاعات. نعم. ولكن دخلناها فقط على اشتغلنا على مستشفى راشد، كان في قطاع او في قسم العظام. نعم. او الجراحه، قسم الجراحه للمفاصل، فدخلنا وياهم لمده 6 أشهر، ومع في هاي العمليات تم عملها وتم إنجازها في ظل الجائحة وفي ظل الأزمة الوبائية المتعلقة بكوفيد 19. وما بعد ذلك، من بعد ما شفنا النتائج كانت جدا مبهرة، وكانت العمليات ونسبة الاستشفاء كانت جدا كبيرة، طبقناها في المستشفيات وعلى الوحدات الأخرى. الحين الله يسلمك عندنا في المستقبل، اليوم مشاركين في جايتكس، نبى نعرض او نبى مثل ما وجه معالي حميد القطامي المدير العام لهيئه الصحه بدبي، بان تكون لدينا خارطه طريق لمده 3 سنوات قادمه للطباعه ثلاثيه الابعاد، تشمل جميع التخصصات الطبيه ومنها كذلك ربطها بالسياحه العلاجيه. نعم. فالسياحة العلاجية لإمارة دبي ممكن نروج لها عن طريق أن إمارة دبي تمتع بخبرة كافية ولديها مميزات الطباعة الثلاثية الأبعاد ومتوفرة وبتكلفة مالية قليلة وبفائدة طبية كبيرة. صحيح. فهذا هو عملنا اللي بيكون إن شاء الله في المتاز. ممتاز. وأكيد طبعا أخوي محمد، يعني مثل ما ذكرت أنت، يعني الطبيب يعني كثير يعني تسهل عليه العملية، تعرف يوم يكون عنده التشخيص بطريقة الطباعة ثلاثية الأبعاد. نعم كذلك الله يسلمك، نحن أكد على كلامك أن من بعد العمليات. نعم. وعلى أساس تحول من نطاق الدراسة التجريبية أو من البايلوت ستادي لأي مشروع كان، وتحوله إلى مشروع رسمي وإلى مبادرة ابتكارية في المجال الطبي، وبما أن المجال الطبي متعلق بصحة الإنسان وهذا الأمر يعني جدا جدا مهم لدينا، فلازم نفكر فيها بصورة مختلفة. صحيح. فهي نعم فكرنا فيها الله يسلمك، ان اذا ممكن نشتغل في الفتره القادمه. عملنا عدد من الاستبيانات ما بين جميع الاخصائيين والاستشاريين والاطباء الذين عملوا على الطباعه ثلاثيه الابعاد والذين عملوا على العمليات الجراحيه الاخرى.
صحيح. وشفنا الفروقات واكدوا ان نسبه 90% من الذين عملوا على العمليات الجراحيه بطباعه ثلاثيه الابعاد انهم يوصون باستخدام طباعه ثلاثيه الابعاد ما تساهم في توفير الوقت والتكلفه الماليه وحتى جوده العمليات الجراحيه. صحيح. وهذا اكيد طبعا اخوي محمد يعني يعكس يعني هاي التقنيه او هاي يعني تقنية ثلاثية أبعاد على المريض نفسه. فلو نتكلم في هذا الجانب يعني شو فائدة التقنية هاي على المريض، كيف يعني يستفيد المريض من هاي التقنية؟ نعم الله يسلمك. هاي نسبة أول عند نسبة الاستشفاء لدى المريض، نسبة الاستشفاء بالأعضاء البشرية المعتاد زراعتها على سبيل المثال الكبد عندما يتم زراعته في جسم المريض المتضرر محتاج فترة استشفاء على سبيل المثال سنة، ولكن بالطباعة ثلاثية الأبعاد أنت محتاج نسبة استشفاء تكون أقل لنصف المدة. صحيح. منها الله يسلمك في التكلفة المالية، التكلفة المالية على الأعضاء البشرية جدا أعلى من التكلفة المالية على الطباعة ثلاثية الأبعاد. صحيح. لأنها صارت الخاصية أو صارت هاي الخدمة متوفرة لدى هيئة الصحة، ونحن سوف نساهم بصورة مختلفة في الفترة القادمة للعمل مع القطاع الخاص في إمارة دبي لترويج هذا الأمر. صحيح. وأيضا أخوي محمد يعني يزيد ثقة الشخص أو المريض أو المتعامل يعني مع الخدمات المقدمة يوم يكون الطبيب عنده، لأن أنا مرة الحقيقة زرنا يعني مركز الابتكار بهيئة الصحة بدبي وزرنا هذا المختبر اللي موجود، مختبر الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتشوف المجسمات موجودة، أنت الشخص عادي تشوفها يعني واضحة من أكثر من جانب، فما بالك المريض يوم يتم الطبيب يشرح له العضو هذا من أجزاء. نعم، في شهر يناير 2021 بنفتح إن شاء الله اللي هو المختبر الجديد في مركز الابتكار الصحي، بحيث إنه يكون يضم الأجهزة والمكان، مكان الطباعة اللي هي اللي تأخذ مساحة 5 أو 10 متر مربع، فبتكون مكان ضخمة، مكان كبيرة، فهاي حسب توجيهات معالي سوف نهتم بصورة أكبر في الجانب الابتكاري والجانب التقني الذي سوف يساهم ويساعد في رفاهية وتوفير حياة صحية أفضل للمرضى. صحيح. وهذا طبعا أخوي محمد نهج هيئة الصحة بدبي دائما إيجاد مجتمع صحي وسعيد، وكل هاي التقنيات وهاي الخدمات وهذا التطور يعني في مجال الصحي يعكس يعني على سعادة متعاملين هيئة الصحة بدبي. أخوي محمد شاكرين لك الحقيقة، ونحن فخورين الصراحة يعني بالخدمات اللي يقدمها هيئة الصحة بدبي، ودائما يعني في تطور، ودائما في يعني التوصل إلى يعني خدمات يعني عالمية وخدمات مميزة. شكرا لك أخوي محمد أخصائي في مركز الابتكار بهيئة الصحة بدبي، وشكرا لفريق عملكم، كل الشكر والتقدير. مشكورين على وجودكم. تمام. الله يحييك. مستمعينا الأعزاء، كانت هاي آخر فقرة لنا اليوم في برنامج الصحة وسعادة، مشاركة هيئة الصحة بدبي بمعرض جايتكس للتقنيات والطباعة ثلاثية الأبعاد. وصلنا إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم وحلقتنا لهذا اليوم، واتمنى إن شاء الله أن قدمنا لكم مادة علمية ومعلومات طبية مفيدة. دائما هذا هو نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. نشكر فريق عملنا المبدع لهذا اليوم، فريق الإعداد من هيئة الصحة بدبي، وخالص الشكر والتقدير لمخرجنا المبدع الأستاذ نمر محمد، وأيضا الأخت الفاضلة في التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي. وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله جمعة، ودائما ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.